أعتقد إن إحنا بعد هذا الاتصال التليفوني عرفنا دلوقتي أين نقف. اللي إحنا المفروض دلوقتي زي ما الناس كلها بتقول دلوقتي الدستوريين بيقولوا إن إحنا لابد من الانتظار وضع الدستور، وضع النظام الانتخابي الذي ليس به أعوار، ثم بعد ذلك إجراء انتخابات برلمانية قادمة عشان نعرف إحنا على أي شكل وعلى أي أساس وعلى أي نظام سوف تجرى الانتخابات. دعونا بقى اللي إحنا نترك هذا الموضوع لأنه في موضوعات أهم بكثير من هذا الموضوع اللي إحنا كنا نتكلم فيه الأسبوع الماضي، وهو أمننا القومي اللي إحنا مهددين. عايز أقول لكم اللي أنتوا لما هتجيلكم، مش أنا مش مستغربة، لكن أنا لما أقرأ دلوقتي لنا النهاردة بنناقشه معاكم وبنناقشه أيضا مع المحلل العسكري اللواء عبد الحليم محجوب. مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني انا عايزه يعني اتوقع كده معاكم لما تقروا معايا هذا الخبر اللي اتنشر في الجرايد وتفصيلي لجنرال عسكري اسرائيلي بيقول ازاي هتتم حرب ما بين اسرائيل ومصر، وبيقول انه بيتوقع حرب مع مصر تنتهي باحتلال سيناء، وبالتالي انه بيوصف لك وانا هوصف منها مع سيادة اللواء عبد الحليم محجوب تقول لي التفصيل هو واضحها ازاي. واحنا كنا بنتكلم في الاسبوع الماضي وقلنا ان مهم جدا بقى ننتبه لامننا القومي، ننتبه جدا لوضعنا عشان احنا عندنا حدود مهددة سواء في الجنوب سواء في الشرق سواء في الغرب. حضرتك دلوقتي قريت هذا البحث اللي اصدرته وتم نشره في مجلة للباحث الدكتور إيهود علام الباحث في الشؤون العسكرية، واللي تم في مجلة الجيش الإسرائيلي وهي بعنوان إسرائيل ديفنس. هو بيقول انه بيتوقع انه ترسيخ المكانة السياسية لجماعة الإخوان قد تؤدي الى وقوع احتكاكات بين القاهرة وتل أبيب، ربما تصل الى مواجهة شاملة بسبب الانفلات الأمني في سيناء. وبيستغلوا كلمة الانفلات الأمني، وعلى فكرة هم مراقبين الوضع واحنا كمان مراقبين الوضع، بيقولوا ان في انفلات أمني في سيناء. هيك متفق معاهم ولا ده مجرد تهويل ولا دي حقيقة وليست مجرد إشاعات أو مش مجرد تهويل بيقال على لسان عدونا؟ يعني هو في البداية نقدر نقول إنها نوع من الحرب النفسية ونوع من افتعال المواقف أو إثارة الإشاعة حتى أتلقى رد فعل النخبة الجديدة في داخل مصر. لكن هو عموما بالنسبة للوضع في سيناء، سيناء محل أنظار إسرائيل والمشروع الصهيوني من بداية القرن العشرين. يعني بعد ما قرروا في مؤتمر بازل أن يبقى فلسطين هي الهدف، جاء هرتزل رئيس المؤتمر وقتها في سنة 1904 تقريبا وقابل الأمير أحمد عباس الثاني وعرض عليه أنه ياخد حوالي 600 كيلو من سيناء بجوار العريش ينزل فيها الهجرات اليهودية ويعمرها وبعدها يقفز على إسرائيل على فلسطين. وعرض عليه مبالغ مالية وقتها كبيرة لدرجة أنه قابل فعلا اللي واقف في هذا المشروع هو المندوب السامي البريطاني، لأنه اعتبر أنه ده هيهدد مش بس الأمن إنما الاقتصاد. إن هذه الأراضي اللي هيزرعها اليهود هي محتاجة مية من النيل، هتأثر على الوادي إلى آخره، دورة كده لدرجة أنها هتأثر على المنسوجات اللي بتعتمد على القطن المصري أو مصانع النسيج اللي بتعتمد على القطن المصري في بريطانيا. لكن بغض النظر، إذا أنا عايز أقول إنه في فكر السياسي للصهيونية موجود قصة سيناء. اللي جه بعد كده بعد معاهدة السلام، هم لا يفوتوا فرصة إلا ويهددوا بالعودة إلى سيناء مرة أخرى كل ما يستشعروا أن ثم التوتر أو إنه موضوع المعاهدة محل نقاش معاهدة السلام أو إنه هناك فكر سياسي جديد في مصر. طب هل في سنة 80 قالوا الكلام ده؟ حاجة بس أنا دلوقتي أنا كمصرية أنا مهمني هم قالوا إيه؟ أنا عايز أوصل لنقطة. لا أنا عايزة بس حك تقول لي ما هم ممكن يقولوا كلام زي ما حضرتك تقول حرب نفسية. أنا عايزة أتكلم على الواقع اللي إحنا عايشينه. الواقع دلوقتي. اللي إحنا عايشينه. الواقع اللي احنا سواء احنا مش عايزين ولا نهول ولا عايزين نخوف، احنا عايزين نقول الواقع بدليل على ان انا عايز اجيب لحضرتك كلام اتقال على لسان المصري نفسه.
يعني لما يطلع لي دلوقتي الناشط السيناوي وده من اهل سين مسعد ابو الفجر ويطلع ويقول لي انه حذر من خطوره عمليات شراء الاراضي اللي بتتم من قبل بعض الفلسطينيين في العريش، وقال ان هناك مخطط امريكا واسرائيل موجود منذ فتره لتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في العريش، واكد فكره تسكين الفلسطينيين في العريش مشيرا ان هذا المخطط بيخدم المشروع الاسرائيلي عشان يهجروا فلسطينيين لسيناء. واسمع انه كان هناك خناقه ما بين فتح وحماس في قلب العريش، ده برضو مش يقلقني انا يعني. انا كنت عايز اكمل هذا الجزء بانه في طرف فلسطيني دخل في المعادله كويس، ومعادلة سينا دي، وطرف فلسطيني ليس فقط بمسألة الإقامة والتهجير والكلام ده، إنما كدعم للحماس وللتيار الإسلامي اللي موجود في غزة من خلال يعني تهريبه إلى آخره. اللي أنا عايز أقوله بس هناك وضع أمني في سينا غير مريح من وجهة نظر القاهرة وليس من وجهة نظر بالزبط. إسرائيل كويس، وخلينا نناقش هذا الموضوع بصراحة. بالزبط. الوضع الأمني غير مريح ده ناتج عن سياسات القاهرة وليس سياسات أخرى. بمعنى أنا بعد الانسحاب الإسرائيلي طرحت قضايا تنمية، قضية تنمية سيناء كويس، اشتغلت في جنوب سيناء واشتغلت في شمال سيناء، جنوب سيناء السياحة وشمال سيناء الزراعة والصناعة كويس. مين اللي اشتغل في سيناء في السياحة؟ أفراد من خارج المجتمع السيناوي كويس، وعائد السياحة لا يعود كثيرا على السيناويين. أيضا هناك مجموعة من رجال الأعمال اللي سرحوا في الدولة في الثمانينات والتسعينات راحوا سيناء واشتغلوا لحسابهم، لدرجة ان هم اشتروا الأرض مرتين، مرة اشتروها من الأهالي ومرة اشتروها من الحكومة كويس، واشتغلوا على كده. ما يطلبه شعب سيناء اذا صح التسمية او شعبنا في سيناء كويس، اولا اقرار ملكيتهم لهذه الاراضي كي. نمرة اثنين ان التنمية تستهدفهم ولا تستهدف منتفعين من خارج سيناء كويس. نمرة ثلاثة انه قضية الامن ان ما يحدث من صدامات لا تعالج بمفهوم أمني فقط، يعني كل ما حصل خلال الشهور الأخيرة لما بتقال أنه اختطاف سياح أمريكيين، اختطاف ناس من القوة الدولية، اختطاف إلى آخره. عايز أقول كلمتين في هذه النقطة. كل هذه العمليات كان مقصود بها الإفراج عن أبناء القبائل المحتجزين لدى الشرطة كويس، لدرجة انه الجيش جه وافرج عن هؤلاء بعيدا عن مفهوم الشرطة في الحتة دي، وهذا الموضوع اوجد صدى طيب جدا لدى القبائل. بس في بعض القبائل، في قبائل لسه الاسبوع الماضي في الجنوب، في ثلاث قبائل سيناوية انضمت لحملة تسليم البطاقات اعتراضا على التهميش، وفي عشرات منهم مزقوها وبيهددوا بالتظاهر، وان هم قطعوا كل السياسات تسقط صاحب المصلحة الحقيقية، مش بس المصلحة الاقتصادية، إنما حتى في موضوع الانتخابات البرلمانية اللي حصلت في نوفمبر كويس، كيف إن أكبر قبيلتين في الطور مرشحينهم ما يفوزوش؟ هناك ضغوط حصلت وهناك تدخلات حصلت وهناك وهناك وهناك، لدرجة إن هم نفذوا عمليات ضد مراكز الاقتراع كويس، هذه القبائل الكبرى في سيناء، بمعنى انه وفي الجمعيات التأسيسية ما كانش لهم مندوب كمان في ممثل يعني في الجمعيات التأسيسية، انه لم يحدث ان خطط لدمج شعب سيناء ضمن المجتمع الوطني المصري. فانا بتعامل معاه بمنطق التهميش زي ما حضرتك بتقولي، بتعامل معاه بمنطق الإقصاء في حالات كثيرة، الإقصاء في التنمية، الإقصاء في العملية التحول السياسي والعملية السياسية، الإقصاء في الاتصال بالقاهرة أو بالمرحلة التي نعيشها من تحول سياسي.
ده بيبقى مردوده بعيد المدى، وبيدي فرصه بقى للفلسطينيين ان هم يستقطبوا ويدفعوا فلوس وياخدوا الناس دي. يعني اذا عندنا مشكله، عندنا مشكله، يعني اذا احنا ما ناخدش الامور ان احنا لما بنقرا الجرايد نقول ان ده من وجهه نظر ان هم حرب نفسيه، لانه لما اقرا دلوقتي مثلا انه المصادر الامنيه المصريه، انا مش بتكلم هنا على اسرائيل اللي بتقول الكلام تمام. ده اكدت دلوقتي وجود عناصر من جيش جلجله الفلسطيني، جيش الاسلام، كتائب القسام، جماعات اخرى جهاديه، بجانب عناصر من القاعده موجوده في سيناء خاصه في جبال وسط سيناء، وان هناك مناطق مثل الشيخ زويد ووسط سيناء ورفع خارج السيطره الامنيه. ده يخوفهم ويخوفني. يعني عايز اقول لحضرتك، يعني حضرتك فاهمني كده، اقول دلوقتي انه سيناء هيبتدوا ده، يعني عايز اقول ايه، ده المبرر اللي هيبتدوا يستغلوه لما بعد كده، ان هم يقول لك انه سيناء اصبحت الان هي بؤره للارهاب. طيب وده اللي بيتقال دلوقتي في الصحافه العالميه. عايز اوضح نقطه بس بعد اذنك، خلفيه لهذه العمليه. للاسف ان احنا ما بنشتغلش الا تحت ضغط، ده عاده يعني ما بنعملش غير كده، يعني غير في اخر يعني دقيقه كمان. يعني بالظبط، القرار السياسي لا يعمل الا تحت ضغط، وعندما يعمل يعمل بدون رؤيه. للاسف. طب انت عايز تقول الحكايه دي عشان ايه؟ اقول لك، انا عندي ثلاث جبهات للحدود. جبهه الغربيه في الساحه الغربيه، والجبهه الجنوبيه، وجبهه سيناء الشرق. طيب. الجبهه الغربيه كان كل علاقتي بها ايام الحكم الملكي ان الملك كان بيروح يقضي كام يوم في برج العرب، يقوم يدي منحه لابناء الصحراء الغربيه من الشعير. استمرت هذه المنحه واللقاءات، يعني زاد عليها نوع من اللقاءات مع زعماء القبائل ايام عبد الناصر، واستمرت هذه القصه لغايه لما جه ثورة ليبيا والقذافي، وقال ايه، الصحراء الغربية دي الصحراء الشرقية بتاعتي والقبائل دول تبعي، وطلع لهم بطاقات كده اسمها ساتشين، فابتدينا نشعر بالخطر، فتعاملت منطقة عسكرية غربية زي افريقيا برضو، نفس الموضوع في افريقيا برضو. احنا تجاهلنا الموضوع دلوقتي، احنا عايزين نحل مشكلة المية. الجنوب عمليات تهريب سلاح، عمليات معرفش ارهاب، عمليات لغاية لما اروح هناك. نفس ما يحدث في سيناء. انا واخد سنة من 82 بتكلم في الكلام ده النهارده. طب احنا مش نتكلم دلوقتي، مش نتكلم ايه، زي بقول لك ايه، بلاش نتكلم في الماضي، يعني خلينا نتكلم في الحاضر. يعني ما يحدث احنا في الوضع اليوم اللي احنا فيه دلوقتي، في حلول سريعه جذريه وفي حلول على طويله الاجل او قصيره الاجل. احنا دلوقتي بعتقد ان حضرتك ما اعرفش دي حقيقه ام اشاعه، انه لابد من عوده السيطره الامنيه على، لان كذا في هناك اكثر من قسم تم الاعتداء عليه في العريش وفي سيناء، فبالتالي ان حتى الاقسام مش كلها بتشتغل. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بين قوسين في هذه الاعتداءات اللي بتتقال، انه لم يضر، لم يجرح واحد، لم يصاب واحد. ليه؟ لان هناك تقاليد قبليه وهناك شرف قبلي. في ناس، في ناس اتوفوا يعني، حتى بالنسبه لهم، حتى يقول لك ان في ناس رفضت ان هي تدخل، يعني المجندين اللي موجودين هناك والشرطه رفضت حتى انها تروح وتدافع، لان هم قالوا بعد كده احنا الناس بيتم الاعتداء علينا، يعني بيتم اكثر من مره الاعتداء على الشرطه.